إذن حسب تقارير إعلامية سعودية وأيضا ضباط عراقيين، بدأت قوات من هيئة الحشد الشعبي منذ يوم السبت الماضي مناورات عسكرية وتدريبات على الصواريخ والمدافع والراجمات في الصحراء الجنوبية للأنبار غرب العراق، والتي تربط هذه المنطقة بكربلاء والنجف جنوبا وصولا إلى مسافات قريبة من الحدود مع السعودية. أما موقع الحشد الشعبي الرسمي وحسب بيان صادر عنه فقد أشار إلى تواجده في المنطقة الصحراوية لإحباط محاولة عناصر تنظيم داعش بالتسلل إلى محافظة النجف وكربلاء عبر صحراء النخيب. كيف نقرأ وجود الحشد الشعبي في هذه المنطقة؟ كيف نقرأ القلق والتوجس السعودي منه؟ وما الرسائل من هذا التحرك العسكري في صحراء الأنبار الخارجة كما يقال عن سيطرة القوات الأمنية العراقية؟ ضيوفي في النقاش، أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي السيد عامر المسوي، يا هلا بك. أرحب أيضا بضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواص، وأيضا معنا عبر الهاتف مداخلة من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي السعودي السيد إبراهيم آل مرعي. يا هلا بكم جميعا. أبدأ هذا النقاش معك ضيفي في الاستوديو سيد عامر المسوي، في أي إطار، لكي نوضح أكثر الفكرة، في أي إطار تندرج هذه المناورات العسكرية لقوات من الحشد الشعبي، وما الهدف الرئيسي منها على الأقل رسميا كما تقول الحكومة العراقية؟ أعتقد أن التسمية لكي تكون صحيحة هي ليست بمناورات، ولكن الحشد الشعبي كان موجودا ومنذ زمان بعيد في المنطقة التي موجودة قرب كربلاء، منطقة النخيب، في على الصحراء، طرف الصحراء الغربية باتجاه الحدود السعودية العراقية. يعني هو تضخيم إعلامي أنا أراه في وسائل الإعلام السعودية، الغاية منه إثارة الرأي العام تجاه الحشد الشعبي على أساس أنه قد يكون قوات معتدية على بلد جار، ولكن علينا أن لا ننسى بأن من السعودية يعني أعضاء تنظيم داعش، السعودية تعتبر البلد رقم 2 بتصدير الإرهابيين من داعش، ولا ننسى أن هذه الحدود هي ممسوكة أصلا من قبل الجانب السعودي، هنالك جدار أمني كبير محاط بكاميرات حرارية وبأسلاك شائكة، لا يمكن حتى للرعاة أن يعبروا الحدود. ولكن عامر، نقطتين رئيسيتان، النقطة الأولى يعني إذا كان الحشد الشعبي يتواجد في هذه المنطقة منذ فترة، الآن لماذا هذا التحرك العسكري الزائد عن حده عما كان من قبل؟ لأنه نتحدث هنا عن تحرك عسكري يعني بالذخائر الحية، نتحدث هنا يعني حتى تم تأكيد هذا الأمر من وزارة الداخلية العراقية، هذا أولا. وثانيا يعني لضبط، كما قال الحشد الشعبي في بيان له، لضبط عناصر تنظيم داعش، هم يأتون من أين؟ تقصد من الحدود السعودية؟ من أين يأتون هؤلاء؟ أولا فقط لنوضح ما قلته، لنوضح الجانب العسكري بالأمر. لماذا التوقيت؟ لماذا هذا التحرك العسكري اليوم؟ قبل 3 أيام حدث خرق أمني في إحدى نقاط السيطرات الموجودة في محافظة النجف، هذه المحافظة التي تنعم بالأمن، هنالك أعضاء من داعش قاموا بتفجير نقطة التفتيش، وهنالك آخرون كانوا يعني خلايا نائمة موجودة في النجف. التنظيم يحاول اليوم عطفا على معركة الموصل يحاول أن يفتح جبهات أخرى، وحتى يفتحها بالعمق المحافظات التي تنعم بنوعا ما من الأمن لكي يخفف الضغط عليه. الحشد الشعبي يقوم بدور نظير للجيش العراقي. الجيش العراقي مشغول بمعركة الموصل، كل الطاقات العسكرية اليوم مجهزة في اتجاه الموصل ومحيطها، والحشد الشعبي يقوم بهذه الواجبات التي تحمي المراقد المقدسة بالنسبة للشيعة في النجف وكربلاء. أخذ برأي الدكتور إبراهيم المرعي، هلا بك معي دكتور. كيف تنظر المملكة إلى هذه المناورات العسكرية، أو كما قال ضيفي هي ليست بمناورات عسكرية بل هي مجرد يعني وجود عادي، كان الحشد موجود منذ فترة، هذه ليست المرة الأولى التي يتواجد فيها في هذه المنطقة. أريد أيضا قراءتك وتعليقك، لماذا هذا القلق إذن السعودي إذا كانت الأمور جدا طبيعية إلى هذا الحد والمملكة تحمي حدودها بالأساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أختي الكريمة وأحيي المشاهدين الكرام. يا سيدتي، المملكة العربية السعودية تابعت منذ الإعلان عن تأسيس الحشد الشعبي، ورأت ممارسات هذا الحشد
في كثير من المواقع التي دخلها وسيطر عليها في الداخل العراقي، ورأت أنه يقوم بتنفيذ أجندة لا تخدم المصالح الوطنية العراقية وإنما تخدم الأهداف الإيرانية. وللأسف ونحن نقول الآن أن العراق لا تملك قرارها وإنما توظف من قبل إيران لخدمة المصالح الإيرانية وستنعكس سلبا في المستقبل القريب والبعيد لصالح إيران على حساب الشعب العراقي. النقطة الأخرى، نحن نعتقد أن الحشد الشعبي، وصرح بذلك معالي وزير خارجية الجبيت، أنه الوجه الآخر لداعش. إذا كان داعش تنظيم إرهابي فنحن نرى الحشد الشعبي تنظيم إرهابي، ولكنه يعمل تحت المظلة الحكومية. من هنا السؤال، يعني هو يعمل الآن تحت المظلة الحكومية العراقية وهو جزء الآن من الجيش، المؤسسة العسكرية العراقية، هناك قانون الحشد. دعيني أكمل يا سيدتي الكريمة، وهنا يأتي التعقيد ويأتي خطورة الموقف. عندما نرى الحشد الشعبي الذي بني على أساس طائفي لاستهداف السنة في العراق ولاستهداف الوحدة العراقية ولاستهداف الأمن القومي العربي، ثم نرى يا سيدتي هذا الحشد الشعبي يقوم بمناورات على الحدود السعودية، لا يمكن أن ننظر إليها إلا بقلق بالغ. ونحن نحمل هذه المناورات ضمن إطار التهديد للأمن الوطني السعودي والخليجي، سيتم التعامل معها بصرامة وجدية، لا ننظر إليها كمناورات عادية. يا سيدتي الكريمة، نقطة أخرى، عندما نقول أن الحشد الشعبي أصبح جزء من القوات العراقية، هنا تكمن الخطورة. عندما يكون هناك تأثير لتنظيم إرهابي ثم يعطى غطاء حكومي وقانوني، السيد في الاستوديو عندما ذكر، دعيني أكمل يا سيدتي الكريمة، من حقي عليك أن تعطيني فقط 30 ثانية. أنا أعطيك الكلام، يعني أعطيك الوقت كاملا، ولكن أريد أن أكسب الوقت لكي أسألك أسئلة أخرى، تفضل. فقط 30 ثانية. عندما نرى الأخ في الاستوديو يتحدث عن أن المملكة العربية السعودية هي ثاني تصدير الإرهاب ودعم داعش، السؤال الذي يطرحه العالم أجمع، لماذا داعش لم يستهدف إيران ولم يستهدف العراق أو لم يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية أو استهدف إسرائيل؟ بسبب أن إيران لديها منظومة أمنية قوية قادرة على رد الاعتداءات الخارجية بكل بساطة. دعني أكمل يا سيدي، يعني عفوا إن قاطعتك إن سمحت لي. عمر يصف منظمة الحشد الشعبي بالإرهاب، يعني هذه لا يمكن مقارنتها، والمقارنة هي جريمة بحق المشاهدين. سأعود إليك. تفضل سيد المرعي، ولكن أريد أن أسألك، لأننا يعني نطيل أيضا الكلام والوقت على الدكتور قواص. فقط للمشاهد الكريم، كل 12 يوم في 2015 كل 12 يوم نفذت عملية من قبل داعش في المملكة العربية السعودية. لذلك نحن نقول وبكل وضوح وصراحة أن داعش هو صناعة إيرانية سورية برعاية دولية. دكتور المرعي، حضرتك تحدثت عن المناورات وأن المملكة ستتعامل معها، هذا هو الموضوع الأساسي لي. كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذه المناورات التي تراها تهديد وجود الحشد على حدودها؟ وهل من تنسيق مع الحكومة العراقية؟ يعني أرجو أن تلتزم معي بالوقت. طيب، الحكومة العراقية نأمل أن تستعيد قرارها، أولا أن تعيد قرارها بدل أن يكون في طهران أن يتم استعادته ليبقى في بغداد. واحد. اثنين، المملكة العربية السعودية نفذت قبل عدة سنوات تمرين سمي بسيف عبد الله للتعامل مع تهديدات على ثلاث جبهات مختلفة في البحرين وعلى الحدود العراقية وفي اليمن. ولذلك نحن نقول هذا التمرين أهل القوات السعودية وقوات الجزيرة للتعامل مع التهديد. كيف ذلك؟ عند اقتراب هذا الميليشيات الإرهابية الطائفية من الحدود السعودية سيتم التعامل معها بقوة عسكرية، وهذه رسالة واضحة يجب أن تكون معلومة لدى صانع القرار في بغداد. يجب أن يعي صانع القرار في بغداد وأن لا يترك إيران توظف العراق ولأول مرة في تاريخ البشرية
كانت توظف ميليشيات والآن تريد أن توظف دولة. إذا سيكون هناك رد. سيكون هناك رد. بلا شك رد حازم وقوي وصارم. شكرا لك الدكتور إبراهيم المرعي على هذه المداخلة. أردنا يعني رأي خبير استراتيجي. إذن السعودية قلقة. سأعود إليك عامر لأطلنا. بس لدي الحق على الأقل لكرد أرد عليه فقط يعني. تفضلي. سأعطيك الحق فقط لأن أطلنا كثيرا على الدكتور قواص. دكتور قواص تعليقك لو سمحت على وجود قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السعودية. المخاوف السعودية التي سمعناها من الخبير الدكتور إبراهيم المرعي. وأيضا من وجهة نظرك هذا ينقلنا إلى أي مشهد تحديدا في حال تطور الأمور وهل ستتطور أصلا؟ أنا أعتبر طبعا أنه في موقف سعودي واضح جدا من مسألة الحشد الشعبي. هم يعتبرون أنه هذه ميليشيات وهذه ميليشيات مدربة وتابعة لطهران وتنفذ الأجندة في طهران. والحشد الشعبي لم ينفي ذلك ولم يؤكد أي استقلال بهذا المعنى. وهم يمجدون قاسم سليماني ودوره في هذا الشأن. السعودية تعتبر أن أيضا هذه المناورات بمثابة لعب استراتيجي في المنطقة. بمعنى أن إيران تهدد بشكل أو بآخر السعودية من حدود العراق. وهي تهددها أيضا بشكل أو بآخر من حدود اليمن. وأعتبر أن التطورات الجارية حاليا في معركة صعدة حاليا في اليمن والمآلات الذاهبة في اليمن إلى حل مسألة معينة وخصوصا بعد تولي دونالد ترامب زمام الأمور في الولايات المتحدة ستفقد إيران ورقة مهمة وعليها التلويح بورقة أخرى. ثانيا أن هذه الميليشيات التي أصبحت ميليشيات رسمية تابعة للقوات العسكرية. أنا لا أفهم لماذا هذه الميليشيات التي تعتبرها السعودية طائفية وكان تصريح أخير لوزير الخارجية هي التي تحرس الحدود العراقية الإيرانية. هل بغداد هل الحكومة العراقية الرسمية تعتبر ذلك من قبيل يعني مبادرات ود مع الجار السعودي؟ ثالثا عندما أسمع أن هناك مخاوف من تسلل معين لعناصر من داعش وبعد ذلك المناورات تتحدث عن مدافع وصواريخ وراجمات. هذا يعني أن المناورات لا ليست بصدد حراسة حدودها بصدد التحضير لمعركة معينة. أعتقد أن على بغداد أن تطمئن الرياض إلى مآلات هذه المناورات وعلى العراقيين أن يثبتوا نوعا ما أنهم حريصين على هذه الجيرة. على الأقل إذا كان هناك تخوف سعودي وحتى لو كان تخوف مخطئ عليهم أيضا شرح هذا الموضوع بحكم الجيرة. عظيم. إذن أجير كل هذه الأسئلة لك عامر لكي نحللها معا. أولا بالفعل هناك سؤال جدا مهم وطرح من أكثر من مراقب ومن محلل. عادة حماية الحدود هي تكون للجيش الرسمي النظامي. حضرتك قلت في البداية بأن الجيش مشغول بمعركة الموصل. كيف يكون مشغول بمعركة الموصل ولا يتواجد على الحدود لحماية حدوده؟ أم أنه كما يقول أيضا بعض المراقبين هو غير قادر أصلا على حماية هذه المنطقة وبينما الحشد الشعبي هو من يتولى زمام الأمور الآن؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال الذي هو سؤال منطقي علي أن أرد على السيد دكتور إبراهيم المرعي من السعودية. الحشد الشعبي لا يمكن مقارنته بداعش. داعش تقتل الأبرياء وتسلب الآخرين حقهم بالحياة وحقهم بالقتال حقهم عفوا بالحياة، لكن الحشد الشعبي على النقيض هو يحافظ على الأمن، هو يحافظ على أمن المواطن، وهو ليس بأي حال من الأحوال بني على أساس طائفي. طبعا إن كان هناك تجاوزات من هذا المنطلق كانت هناك مخاوف. التجاوزات التي قد حصلت وقد وثقت هنا أو هناك هي تجاوزات فردية ولا يمكن وصفها بالتجاوزات على مستوى العام. يعني حتى لكن في داعش هو نظامه كله مبني على تجاوزات بحق الإنسان. هذه نقطة. النقطة الثانية عندما يقول السيد من السعودية بأن الحشد الشعبي قوات بنيت على أساس طائفي، هنالك سنة يا سيدتي في الحشد الشعبي. الأنبار هنالك من صلاح الدين حتى في الموصل. ولكن نسبة أن عددها قليل والعدد الأكبر منها يتبعون المرجعية الدينية الشيعية في العراق وأيضا لإيران بالتمويل والتدريب من هنا جاء الجواب. بسبب أن أساس تأسيس الحشد الشعبي جاء تلبية لنداء المرجع الشيعي الأعلى. هنالك أيضا من السنة من لبوا هذا النداء
ليس لأسباب طائفية ولكن أيضا لحماية حدود. ثانيا عندما تتحرك أبناء الحشد الشعبي البطل في داخل حدودهم هم أحرار وأسياد بديرتهم وبأوطانهم، والذي يمد رأسه من بعد الحدود يقطع. هذا حق مشروع لأي ساكن على أرض بلد ما، سواء في العراق في السعودية. لا يمكن للقوات السعودية أو لمتطرفين إرهابيين تصدرهم السعودية أن يعبروا الحدود العراقية. للأسف ويقف الدكتور المرعي ليس موجود معي لكي يرد على ذلك، يعني حضرتك الآن ترد، ولكن يعني السؤال الأساسي قلت أنهم بأرضهم يعني بإمكانهم أن يقوموا بما يحلو لهم. طبعاً. أين الجيش النظامي الرسمي العراقي؟ لماذا هو ليس موجود؟ هل هو غير قادر؟ هل الحشد الشعبي هو الآن يأخذ هذه المهام على عاتقه وهذه المسؤوليات وهو يتكفل بها؟ هذا هو سؤالي. عزيزتي، هنالك ما لا يزيد عن 20% من المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون اليوم في الموصل هم من السعودية العربية، ومع الأسف انسى السعودية. لماذا؟ إنها أصلا مشكل يا عزيزتي، نحن نتحدث عن مشكلة في المنطقة العربية. هناك تجارب إيراني. السيد من السعودية لديه مشكلة مع إيران. أنت أجبته وهو ليس موجود معي. سؤالي واضح عامر، لماذا الجيش العراقي غير موجود على الحدود؟ الجيش العراقي مشغول اليوم بمعركة كبيرة. طيب. معركة في الموصل، وهنالك يعني كميات واسعة من الكيلومترات التي لا يمكن للجيش العراقي أن يغطيها لوحده. قوات الحشد الشعبي هي قوات رديفة، وهنالك قوات تقوم بهذا واجبات ضبط الأمن وعدم التسلل، وهي ليست قوات مقاتلة مثل ما قال السيد من السعودية. دكتور قواص، إلى أي مدى من وجهة نظرك الحكومة العراقية هي بالفعل قادرة على السيطرة على قوات الحشد الشعبي؟ هي أصبحت قوات رسمية الآن تابعة للمؤسسة العسكرية. هل بإمكانها، السؤال الذي يطرح، احتواء الحشد إذا لم يكن بإمكانها السيطرة عليه؟ هذا أيضا سؤال طرح أكثر من مرة، هل من إجابة لديك؟ طبعا ليس الموضوع ليس له علاقة باللوجستيات لسيطرة عسكرية على ميليشيات. هي تحتاج إلى قرار سياسي في بغداد، هل يريدون للعراق أن يكون مستقلا تماما عن القرار الإيراني أم لا؟ الحكومة الإيرانية، الحكومة السعودية أيضا، هي طبعا يعني مجموعة تكتلات يدخل فيها أحزاب سياسية دينية تدين بالولاء لإيران. منذ أيام كان دكتور نور المالكي موجود في طهران وقال أن مهمات الحشد الشعبي قد تذهب إلى سوريا بعد الانتهاء من موضوع الموصل، وبالتالي الحشد الشعبي وهو مؤسسة عسكرية مشروعة وفق قانون البرلمان أصبح لديها مهمات خارجية تابعة للأجندة الإيرانية، وهذا كلام عراقي وليس كلاما من الخارج. ثانيا، أن منذ أيام أيضا كان هناك تصريح لرئيس الأركان الأردني الذي كان تحدث عن خط بري ما بين إيران ولبنان، وكان أيضا هناك جدل حول أمكانية أن يقوم الحشد الشعبي بالسيطرة على الحدود الأردنية والسعودية. فمن حق الأردن ومن حق السعودية لأسباب عديدة أن تشعر بأن هناك قلق حقيقي من إمكانية أن تصبح الحدود البلدين حدودا إيرانية في نفس الوقت. وفي نفس المسألة تشعر دول الخليج أن هناك حصارا يتم من خلال هذه الميليشيات التي أصبحت مغطاة بشكل رسمي عراقيا. على الأقل المطلوب بالسياسي من الحكومة العراقية أن تتوجه إلى حكومة المملكة العربية السعودية لتفسير ذلك أن هذه ليست مناورات عدائية، وأن الأمر يتعلق بالأمن الداخلي، وأن تبرر لماذا الميليشيات موجودة وليس الجيش العراقي الرسمي الذي بإمكانه أن يعقد تحالفات وتفاهمات مع الجيش السعودي على الحدود. عندما تتوقف السعودية عن الاتهامات التي تكيلها للحكومة العراقية، وهذه الاتهامات بأنها حكومة عميلة لإيران، عندما يتوقف التصعيد الإعلامي الذي يقوم به وزير الخارجية السعودي ضد أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون من أجل بلادهم دفعا للإرهاب الذي صدر إليهم من عبر الحدود، عندما يتوقف ذلك وتبدأ لغة الحديث المنطقي المعقول بعيدا عن هذا التوتر الإقليمي الطائفي، هذا هنالك السعودية لديها تخوف من أن قضية اليمن عندما تغلق ستفتح لهم باب آخر من العراق. هذا غير ممكن، غير موجود على تطمينات الحكومة الرسمية هي غير موجودة الآن لي على الأقل للدول الإقليمية. نتحدث عن السعودية، نتحدث عن الأردن. كيف يقال إن رئيس الوزراء وزير خارجية دولة أخرى يتهم
هذه الحكومة بالعمالة؟ أين المنطق بهذا؟ العلاقات مقطوعة بين البلدين إذن على الصعيد الرسمي؟ هنالك سفارة للسعودية في العراق لكنها مارست دورا تصعيديا، يعني لم تكن حتى تلتزم بالمعايير الدبلوماسية المتعارف بها دوليا. ماذا يعني ذلك عامر؟ عذرا المقاطعة، هل يعني ذلك توتر مجددا في العلاقات أكثر مما هي متوترة، وهذا الأمر سيؤدي إلى توتر آخر على الحدود العراقية السعودية؟ متى كانت العلاقات بين السعودية والعراق بعد 2003 علاقات تتسم بالودية؟ ولكن لم تصل لهذه المرحلة، يعني أيشر هناك تهديد على الحدود على سبيل المثال؟ منذ 2003 وعندما تغير النظام في العراق جابهت السعودية العملية السياسية بنظام وبطريقة وبأسلوب وبلغة إعلامية أقل ما نقول عنها إنها عدائية، ويستمر الأمر لحد هذه اليوم. والتصعيد الإعلامي اليوم حول دور للحشد الشعبي لحماية المراقد الشيعية المقدسة التي بالمناسبة التي هدمت في وقت ما من جراء قبل 200 عام أو أكثر 150 عاما من قبل السعودية الوهابية، ويعني هذا الموضوع إنها موجودة، هذه حقائق تاريخية لن أدخل بتفاصيله، ولكن طرح سؤال دكتور قواس جدا مهم أرجو أن تجاوب عليه ولو باختصار لو سمحت. هو قال هل يعني بمعنى آخر هل الحشد الشعبي الآن أصبح يعني ليس فقط داخل العراق وأصبح خارج العراق، ما قاله السيد المالكي في طهران، وسمعنا هذا الأمر أيضا من قياديين من الحشد الشعبي ليس الآن بل منذ 3 أشهر وأربعة أشهر بعد الموصل سنتجه إلى الرقة. ماذا يعني ذلك؟ أولا هل بإمكان الحشد إدارة معركة وتغيير موازين يعني القوى على الأرض في سوريا؟ هل لديه القدرة أن يخرج من العراق ويتواجد في 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 دولة أخرى؟ وماذا يعني ذلك تحديدا عامر؟ الحشد الشعبي لديه القوى العسكرية على ذلك، لكن ليس لديه الرغبة السياسية بذلك، لأن حتى قادة الحشد الشعبي يقولون بأن نحن سنتوجه إلى سوريا إذا ما انتهينا من الموصل. لكن لو رجعنا إلى منطق الحال لا يمكنهم ذلك، ولا يمكن هذه المغامرة السياسية أن يتجهوا بها إلى سوريا. الأمن العراقي هو خط أحمر بالنسبة لهم. القانون الدولي لو رجعنا إليه يسمح للدول أن تتخطى 15 كيلومترا بعمق الدول بعد الحدود لمكافحة إرهاب أو إجرام قد يأتي من هذه الحدود. حتى تركيا تقوم بهذا العمل، فلماذا على العراق حرام عندما يأتي الإرهاب منطلقا من سوريا أو من مناطق قريبة على الحدود؟ إنه حق مشروع لكل دول، حق مشروع وتهديد من وجهة نظر الآخرين. دكتور قواس أيضا أريد رأيك، يعني ذكرت موضوع المالكي، وأيضا في حال طلبت الحكومة السورية سوف يتجه الحشد الشعبي وأيضا الجيش العراقي إلى سوريا. باختصار شديد 30 ثانية دهمني الوقت، رأيك في هذه النقطة ما الذي تتوقعه؟ يعني باختصار شديد، السيد نوري المالكي عندما أعلن هذا الموقف بالنسبة للحشد الشعبي أتى بعد إعلان الدكتور ولايتي أن حزب الله لن ينسحب من سوريا، بمعنى أن كل الأذرع الإيرانية مستنفرة حاليا لكي تنفذ سياسة وأجندة إيران حتى إشعار آخر، وبالتالي أكانت الميليشيات عراقية أو لبنانية أو أفغانية، بالتالي هي جزء من ما تريده قواعد طهران وحكم الولايات. شكرا الولايات. شكرا لك دكتور قواس، أشكرك أدن عامر الموسوي، والحديث تتم. شكرا لكم. شكرا لكم. تحياتي.